هتنخل. البنت صغيره والدادة بيؤكدوا ان الناس اللي قدامي ده هو جوز حضرتك زعتر البندقي. مش معقول، انا جوزي توفى في حادثه الطياره من سنتين. طيب على العموم انا جاي على طول على الاسم. متشكرين يا هان. الهان جايه بنفسها هنا تشرف. هتنكر نفسك منها برضه؟ مش هنكر، هي اللي هتقول لك بنفسها، لا جوزي ولا اعرفه. يا اخي نخز الشيطان، حد يعمل عمليتك المهببه دي؟ تدعي انك توفيت في حادث الطيران وتهرب من اهل بيتك. يا عم الله يسترها معاك، انا تربالي كله في مخي. انا مش اللي بتقولوا عليه، انا شلبي ابو ضبه، والبطاقه بتاعتي قدامك اهي. ايه يا بابي؟ ايه يا من السفر يا مامي؟ يا سيدي يا بدوي زعتر. زبيدة لا خدي امل وسباقي على العربيه. يلا حبيبتي، بابا وماما هيحصلونا. اوعى تتاخر يا بابي عشان خاطري يا مامي، ما تتخانقوش تاني. حاضر. يلا يا شوشنا، الهانم وصلت. حضرتك الست كميل يا حمدي؟ ايوه انا. حضرته جوز حضرتك اللي بينكر ان هو جوز حضرتك؟ وانكر ليه؟ يا ريت ابقى جوزها والنبي كنت حليلك بقك. اسكت من فضلك. هو حضرته يبقى جوز حضرتك ولا لا؟ ايوه جوزي. يا عدوي امال ايه حكايه هربانك وادعائك الوفاء؟ انا لا عمري هربت ولا حسن اتوفيت. ايه قصدك من كده يا زعتر؟ مفروض اعرف يا زعتر. انا ما عنديش مانع. يلا. لا استني قبله، الزعتر ده كان مديون؟ انت جرحلك ايه؟ عليه احكام حجوزات؟ زعتر انت اتجننت؟ ممكن اتكلم معاه على الفرد؟ اوه يا فندم، اوضه اتحطت معاهم فاضيه. ايه مالك؟ اقلع. ايه هو ده؟ الله، احنا هنهزر؟ اقلع وريني كتف. اذا كان كتف معلش. لف. متأسف، ممكن تلبس. ايه ما نفعناش في كشف الهيئه؟ هيئه ايه يا بني ادم؟ المرحوم جوزي كان شبهك بالظبط، ومحدش يقدر يفرقكم عن بعض غير ان هو كان عنده شامه كبيره في ظهره. بسيط، نركب شامه يا استهان. من حسن الحظ انك ما طلعت مش جوزي. يا خساره، مالناش اسمه، كان جاي لنا خير وربنا نجانا منه. انا هبين عيشته. انا ينكر عليا ان كان متجوز وكلمنا ايه؟ اصطلحتم؟ ده طلع من زعتر بيه جوزي. صدقت يا شاويش، ما انا ابني اللومية طارت مننا. ناوي البطاقة ناوي. خد دول بدل التعطيل. عيب يا استهانم، احنا ناس بناكلها من على كبيننا. ايه يا معلم اساسي؟ مش حلاوتهم؟ هو ادخلي نفس التذاكر؟ هلا هلا، ادام انت متجوز يا جعير عايز تاخدني على ضارة؟ عيب بلاش فضايح قدام الاجانب. اتفضلي انت يا استاذ اتفضلي. والنبي سيدي ما جاش ليه؟ بس اسكتي مالكيش دعوه. يهو مش الواحد يعرف اذا كان زيده هيجي ولا مش هيجي. مش وقته. انما مالكيش حق في الاعمال اللي عملتيها. يعني عاوزهم يقولوا لي انك متجوز ومخلف واسكت؟ انا اول ما سمحت كده عقلي طار. وانا يا اختي يوميتي طارت.